في الغربال الاهلي فين يا خطيب؟ كلمه بتسمعوها كتير الفتره اللي فاتت، لدرجه انه الناس اللي عندها هذا التوجه ضد النادي الاهلي وضد مجلس الاداره وضد الكابتن محمود الخطيب خلوها البانه، فبقت منشطات في الجرايد من انتشارها. عشان كده حرصا على ان احنا نقول لجمهور الاهلي هو الاهلي فين بالظبط مع الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره، عايزين نعرف احنا فين. مش يجوز الناس ديت بتتكلم صح؟ مش يجوز الناس ديت قلبها حن على الاهلي قوي وبقت خايفه عليه؟ مش يجوز الناس ديت عندها منطق علينا ان احنا نصدقه او نسمعه او نناقشه؟ كلام كتير وبيطلع من كل الاتجاهات. الاقي مثلا في الاخبار يكتب الاستاذ محيي الدين عبد الغفار الاهلي فين يا خطيب؟ سيبنا من ان الاستاذ محيي راجل زملكاوي جدا وهو زميل عزيز، لكن كتب عمود الاهلي فين يا خطيب؟ مش في الاخبار بس، في الجمهوريه كتب الاستاذ جمال هليل مين يحاسب مين في الاهلي؟ فايلر المتهم الاول يبرئ نفسه ويتهم اللاعبين، هل من حق النادي معاقبه المدرب ام ان اللاعب او ام ان اللاعب حيطه مايله؟ وهنلاقي في الاهرام المسائي رجع الاهلي يا خطيب. رجع الاهلي يا خطيب. طب ما نقول لكم النهارده عشان تشوفوا قلب الناس دي على الاهلي عامل ازاي وقلب العالم كله بره او نظرته للنادي الاهلي ازاي، عشان تفخر انك اهلاوي، عشان تسعد انك مصري، عشان تزهو ان بلدك فيها نادي بقيمه النادي الاهلي. ما دام بتحب مصر بجد يجب ان تسعد وتزهو وتفخر وانت بتعرف ان النهارده الخميس 27 اغسطس ابرز مواقع الاهتمام بتصنيف كرة القدم وإحصائياتها وانتقالاتها. النهاردة كل المواقع العالمية تتناقل ما صدر عن موقع ترانسفير ماركت العالمي أن الأهلي المصري الأكثر تتويجا بالبطولات في القرن الواحد وعشرين حتى الآن. بصوا الفخر بقيمة الأهلي، بصوا القيمة العالمية اللي وصل لها النادي الاهلي ورئيسه محمود الخطيب اللي انتوا بتسألوه الاهلي فين؟ هيقول لكم الاهلي اول اندية العالم يا حضرة المحترم انت وهو. لو عايزين تطمنوا على الاهلي، الاهلي موقع ترانسفير ماركت بيقول لكم انه تصدر ترتيب اندية العالم الاكثر تتويجا بالبطولات في القرن الحادي والعشرين، جاء في المركز الاول برصيد 41 بطولة متفوقا على كل أندية العالم، حيث احتل البايرن ميونخ المركز الثاني برصيد 40 نقطة، تساوى فريق لينكولن ريد أمس من جبل طارق مع البايرن في عدد البطولات، جاء في المركز الثالث، برشلونة جه الرابع ب 34 بطولة، وكانت القايمة بعد كده على هذا النحو. الخامس بورتو البرتغالي 33، شختار الأوكراني 33، سلتك الاسكتلندي 33، دينامو زغرب الكرواتي 33، شريف تيراسبول المولوديفي 33، اوكلاند سيتي النيوزيلندي اصدقائك يا باشمهندس 33 بطوله، ريال مدريد 30 بطوله، باريس سان جيرمان 29 بطوله. ده موقع ترانسفير ماركت وهو بيحسب بعد 20 سنه في هذا القرن الكره رايحه فين، الناس اللي بتاخد بطولات وصلت لفين. فاللي انتوا بتسالوا عايزين تطمنوا على الاهلي، لا يا سيدي اطمن منك له، الاهلي على راس انديه العالم. ما اعتقدش هو ده بقى قيمه تشرف اعلى من كده. لا هو ده بقى القوة الناعمة. ان اسمك يتردد وتشرف بلدك في المحافل الدوليه، ما هي دي ترانسفير ماركت، ده سوق الانتقالات، يعني ده حاجه معنيه بالقيمه التسويقيه. ايوه. لكره القدم. فلا انت محطوط كده. والله لو حصل الاهلي افريقيا على حقه ال 41 تبقى ممكن يا 44 يا 45 ان شاء الله. لا في اللي فات في بطولات كتيره فاتت اللي فات كنا بنشوف يعني يطلع الحكم التشيك اللي بيدير ماتش الاهلي والسوبر بتاع الزمالك والاهلي في السوبر يعترف انه كان في ضربه جزاء للفريق الاحمر. انا بتكلم افريقيا كمان. بتكلم افريقيا. طبعا ادرامه. الماتش بتاع الاغتيال المعنوي الترجي الوداد اللي اتلغى ده مروان محسن ده لو بخته حلم. الجولين اللي اتلغوا له ببطولتين سنتين ورا بعض اتلغوا جولين صحيحين. وطبعا ماتش الكارثي بتاع النجم الساحلي.
طيب إذن شفنا الأهلي فين؟ شفنا الأهلي مع الخطيب فين؟ شفنا مجلس إدارة الأهلي دلوقتي واصل بالأهلي لغاية إيه؟ طب ده من فراغ؟ إحنا بنتكلم على احتراف، المهندس عادلي من شوية قال لكم هو ليه لاعيبتنا هنا مش عايزة تلتزم بالاحتراف إلا لما الباسبور يتختم ويسافر بره، وكأن الاحتراف هو السفر للخارج. كلمة احتراف أنت مش عايز تحترف؟ حتى بقت عادية عندنا كنقاد إن إحنا نسأل السؤال ده. النادي الأهلي عشان يوصل للي وصل له عايز فلوس، عايز فلوس عشان يسعدكم كلكم ويسعد كل جماهيره. بالمناسبة اطمنوا تماما على تدعيمات الفريق بإذن الله للموسم الجديد واهتمام الأهلي بقطاع كرة القدم على نحو غير مسبوق. عارف أصعب حاجة بالنسبة للأهلي إيه دلوقتي؟ آه. إنك تجد اللاعب المناسب بس. آه. لا يحول بين الأهلي وبين التدعيم السليم إلا وجود الخامة. واطمنوا. لأنه الأهلي لا يبخل على فرقته. شفتوا أعلى عرض قدمه لرمضان صبحي لهيدرس فيلد الانجليزي، الانجليز نفسهم اتكلموا ازاي؟ باحترام عن النادي الاهلي، ولما الاهلي وصل ل 3 مليون استرليني وربع كانوا موافقين وبعتوا موافقه كتابيه، وقالوا ان احنا احترمنا الاهلي جدا والتزامه معانا. بس الكلام ده مش من فراغ، هو عشان اقول لكم موقف الاهلي يطمئنكم جدا لازم تعرفوا هو الكابتن الخطيب ومجلس ادارته عملوا ايه في ميزانيه الاهلي؟ ما دام الحياه فلوس والانديه محتاجه احتراف، ومن حر ماله لا دعم ولا يحزنون، من حر مال الاهلي ميزانيه النادي الاهلي قبل ما مجلس الاداره الحالي يجي وهي في التصاعد، يعني مجلس المهندس محمود طاهر كان عمل قفزات على ما قبله لانه موارد بتتنامى، هي وهي دي طبيعتها، هي دي طبيعتها. بس الحقيقه في ابتكارات تسويقيه أيوة حصلت في المجلس بتعمل ده القفزه كبيره، ده ضعفت ازاي بقى؟ اهتم بقى كاهلاوي، اخر ميزانيه للمجلس السابق كانت في 30/6/2017 829 مليون. جه المجلس الحالي، وانا قلت لكم دي كانت ميزانيه كبيره ضافت على ما قبلها، جه المجلس الحالي برئاسه الكابتن الخطيب اول ميزانيه ليهم في 30/6/2018 كانت بقت كام؟ يا اللي بتسالوا الاهلي فين يا خطيب؟ كانت 1,294 مليون جنيه، 1,294 مليون جنيه، يعني 1,300,000 اول ميزانيه لمجلس اداره الخطيب. دخل المجلس مرحله المليار، طب هنقف عند المليار؟ رقم كبير، رقم ضخم. الميزانيه اللي بعديها في 30/6/2019 بقت كام؟ 2,066 مليون جنيه، 2,066 مليون جنيه. متخيلين الرقم؟ ومتخيلين حجم الانشاءات اللي بتحصل في اربع فروع في آن واحد؟ الميزانيه المحتمله او المتوقعه في 30/6/20 اللي هتعرض على الجمعيه اللي جايه تقترب من 2,270 مليون جنيه. عايز اتوقف هنا؟ عشان انا وحضرتك كنا قاعدين مع صديقنا ويعني صاحب خبرة هائلة في السوق اللي نطر السوق الكروية نطرة في مجال الاستثمار الرياضي الأستاذ محمد كام. صحيح. فاحنا بنتكلم على حزمة الوحدة الاقتصادية اللي اتعملت أخيرا، فقال لنا ان احنا لما نقسم الرعايه وال البث التلفزيوني كانت حوالي 146 مليون في السنه، لا ده الرعايه بس 146 مليون في السنه غير بس الضخ اللي بيعمله الحزمه الاقتصاديه، وده ابتكار جديد، ايوه 68 مليون جنيه في السنه، يعني زودنا أكتر من 50% أو حوالي 50%، يكاد يكون 50% بالظبط، 50% بالظبط على الميزانية بأفكار جديدة. ولسه أستاذ محمد عبد المطلب دي أحد أهي، يعني برضو دي أنماط جديدة في تنمية موارد الأهلي ما كانتش موجودة، ولسه قال عندنا الكثير
بتاع مدير التجاري الوي لشركه وي قال لا ده اللي بينه وبين الاهلي هناك امور اخرى جديده هتشوفوها. يعني ال 2 مليار و200 دول دي ميزانيه مش موازنه. بتوع المحاسبه يقدروا يشرحوها لاصحابهم واخواتهم. الموازنه عن السنه اللي خلصت الموازنه اللي جايه بقى ممكن تتجاوز هذا خالص. بكتير. على الافكار الجديده اللي هتتحط. طيب فين الاهلي يا خطيب؟ ما هو اي حاجه تبدا بالاموال. انت مزنوق ماليا ولا هتقدر تفي بالتزاماتك؟ عندك سلامه ماليه ولا عندك شفافيه ماليه تقدر ميزانيتك تفي بالتزاماتك؟ هو ده النادي الاهلي. هو ده النادي الاهلي اللي اكثر انديه العالم تتويجا بالبطولات في القرن الجديد، هو نادي القرن في افريقيا في القرن الماضي والمتصدر حتى الان، هو صاحب اعلى ميزانيه لاي نادي رياضي موجود في المنطقه واكبر قدر من الانشاءات واكبر عدد من الفروع. لكن لسه بنسال الاهلي فين يا خطيب، وبعد الفاصل هنشوف ودى النادي الاهلي فين.